السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا في قناة معلم اللغة الفرنسية، وتتمة لسلسلة تعلم اللغة الفرنسية من الصفر إلى الاحتراف، الجزء الأخير من نطق حروف اللغة الفرنسية. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معي. La lettre R. La lettre R تنطق غالبا كحرف الراء، كحرف الراء، لكن إذا جاءت في آخر الكلمة وبالضبط يسبقها حرف أ تنطق ك أي، كأنها أ أكسون أي. نرى مثالين لكي نفهم ذلك. هنا عندنا غاديو، نطقت كحرف الراء راديو أو غاديو، راديو مذياع، لكن عندما جاءت في آخر الكلمة وتسبقها أ هنا لا تنطق ولكن تصبح كأنها أ أكسون أي. مثلا في كلمة parler، parler R في الوسط نطقت لكن في الآخر عندما سبقتها أ أصبحت أي، parler يتكلم. La lettre S. S دائما تنطق كحرف السين، ولكن دائما تنطق كحرف السين سواء جاءت في الوسط في البداية أو في الآخر، بعكس إذا جاءت بين الحروف التالية تنطق كحرف الزاي E A I O U Y. هذه دي فويل، هذو دي فويل حركات. إذا جاءت S بين هذه الحركات فتنطق كحرف الزاي. لنرى أمثلة. مثلا لدينا سوغي، فأر، جاءت في البداية نطقت، هنا نرى أنها جاءت من النهاية لم تنطق، هذه فقط حالة خاصة، هناك بعض الحالات S لا تنطق. الكلمة الثانية poison، poison سم، S جاءت بين I و O نطقت Z، هذه قاعدة معروفة، le S entre deux voyelles ça se prononce Z. La lettre T. T غالبا تنطق كحرف T أو الطاء. مثالين على ذلك sortir، sortir يخرج هنا نطقت كحرف ت، tente، tente خيمة هنا نطقت كحرف ط، هذا في الغالب. لكن لدينا حالات ت تنطق كحرف اس، مثلا حينما تكون متبوعة بإي وبعد إي هناك فويل، مثلا confidential سري، هنا ت نطقت كأنها اس. هذه الحالة عندما تكون ت وبعدها une voyelle تنطق confidential، ولكن هناك أيضا حالات خاصة في هذه الحالة، مثلا كلمة vestiaire، vestiaire هنا تي بعدها إي وإي بعدها إن فوية ولكنها نطقت تي، تي. لهذا لا يمكن أن نعول على هذه القاعدة لأنها ليست عامة. هناك بعض الكلمات تنطق فيها S وبعض الكلمات تنطق فيها تي. La lettre U. U إذا جاءت قبلها O أو U، عفوا O أو A أو E، يتغير النطق. هي صراحة تنطق U، هذا هو النطق المعروف لها، لكن إذا جاءت قبلها مثل كلمة uniform، uniform، لكن إذا جاءت بعد هذه الفوي التي ذكرتها فهنا النطق يتغير. مثلا إذا سبقتها A تصبح او، او غليظة بعض الشيء، واذا اصبحتها سبقتها او تصبح او، او، واذا سبقتها او تصبح او، او رقيقة وطويلة بعض الشيء. هذا ما يحدث بالنسبة للا لتر او. نطقها هو ايضا سهل، ليس في حالات خاصة كثيرة. لا لتر في، في هذا الحرف سواء وجد في بداية الكلمة في وسطها أو في آخرها لا يتغير نطقه، ينطق دائما في. مثال دراجة فيلو، فيلو. بالنسبة للحرف دوبل في، دوبل في ينطق كحرف الواو وكذلك لا يتغير دائما، اللهم في بعض الحالات التي يأتي في البداية مثل كلمة واغون، واغون لا ينطق واغون، واغون.
La lettre X. X. بالنسبة لـ X لدينا حالتين، إما تنطق X كما هو الآن، كما هو التالي عفوا، أو تنطق ك على الشكل التالي جز. مثال جزيريس، جزيريس سنجاب نخل. هذه هي الطريقة، إما تنطق إكس أو على شكل جز، جزيريس. مثال جزيريس. لا لاتر إغراغ، إغراغ. هنا لدينا حالتين، تنطق كحرف الياء في بعض الحالات وتستعمل في بعض الحالات ككسرة، مثل لا لاتر إي. إذا جاءت في بداية الكلمة مثلا كلمة زبادي، ياورت، ياورت، هنا تنطق كحرف الياء، لكن بطبيعة الحال إذا جاءت في الوسط في هناك حالات تنطق ككسرة، تستعمل عفوا ككسرة. لا لاتر زد، وهو حرف آخر حرف في هذه السلسلة، تنطق كحرف الزاي، سهل، تنطق كحرف الزاي. مثال زابغ، زابغ، حمار وحشي. سواء جاءت في بداية الكلمة، في الوسط أو في الأخير، تنطق كحرف الزاي، زابغ، زابغ. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي. لا تنسوا مشاركة رابط الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. على أمل اللقاء بكم مجددا، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. Thank you.